يلا كيو. انا ماني شايف الريد لايت. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء. كثيرا ما نستخدم انا وانتم البرامج عبر هاتف الجوال او عبر جهاز اللابتوب او عبر الايباد الايفون غيرها الكثير من البرامج التي نستخدمها، ولا شك انها تفيدنا في حياتنا اليوميه. هذه البرامج قام ببرمجتها اناس قادرين لا شك على كتابه البرامج وخدمه المجتمع، ولهم الايدي الماهره في ذلك والمهارات والقدره على فعل ذلك. من يقوم بكتابة هذه البرامج هم أبطالنا اليوم وأصحاب هذا التخصص اللي ستعرف أنا وأنتم مشاهدين الأعزاء عليه من خلال هذا التقرير. نتابع. شهدت العقود الأخيرة تطوراً كبيراً ظهرت آثاره جلية في المجال التقني الذي أضاف الكثير من القيم الحضارية إلى مجالات الحياة كافة. وكان وراء هذه النهضة مهندسون مختصون في مجال تصميم البرمجيات وأنظمة التشغيل، وضعوا لمساتهم على برامج الحاسب الآلي التي وفرت الكثير من الجهد والوقت وأفادت البشرية، حتى دخلت تطبيقاتهم العملية في مختلف نواحي الحياة. وتعتبر هندسة برامج الحواسيب إحدى فروع الهندسة الحديثة، وهو اختصاص يجمع بين الهندسة الإلكترونية وعلم الحاسب الآلي، يهتم بتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر لتلبية احتياجات المستخدمين. تهدف هندسة برمجة الحاسب إلى إنشاء برامج تقوم بتطوير وتنفيذ خوارزميات ومعادلات رياضية لها وظيفة محددة النتائج، وتقوم هندسة البرمجيات بتكوين البرنامج منذ مراحله الأولى أثناء تحليل المشكلة ثم تصميم وتنفيذ البرنامج وإجراء الاختبارات التجريبية اللازمة لتنصيبه على الأجهزة، كما وتهتم أيضاً بعمليات صيانته. استخدمت هندسة البرمجيات كمفهوم نظري في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، أما الاستخدام الرسمي الأول لهذا المصطلح فكان في مؤتمر عقد من قبل اللجنة العلمية في منظمة حلف شمال الأطلسي عام 68 بعد 900 و1000 للميلاد حول البرمجيات، وقد أخذ هذا المصطلح بالانتشار منذ ذلك الحين. ومع تطور الحاسبات وانتشار استخدامها في مجالات التطبيق المختلفة والنمو الهائل لعدد الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النطاق، فقد تم في بداية التسعينات من القرن الماضي إنشاء أقسام هندسية خاصة لإعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية الاحتياجات الإلكترونية المتزايدة. إن وراء كل برنامج متداول على الحواسيب الآلية والهواتف الذكية المحمولة والمسجلات الرقمية وأجهزة الإنذار وأجهزة الأشعة السينية بصمة مميزة تركها مهندسو برامج الحاسب الآلي لتشكل إضافة إبداعية خالدة، والمجال ما زال مفتوحا للمزيد من الإبداعات والابتكارات. نعم بالفعل مشاهدينا الأعزاء، فجميع البرامج التي نستخدمها في حياتنا اليومية في الأجهزة المختلفة، أجهزة الجوال، الآيباد، اللابتوبس غيرها، إنما تعود لا شك لأشخاص مختصين بالبرمجيات والبرامج، والذين منهم طبعا هم الذين درسوا تخصص هندسة البرمجيات، وهذا هو التخصص الذي يشير سهم بوصلتنا اليوم إليه. سنتعرف أنا وأنتم إلى هذا التخصص من خلال الترحيب بضيوفي الأكارم والتعرف عليهم. عصام المقري، حياك الله. أنت طبعا طالب الهندسة الخريج هندسة برمجيات، وكذلك عبد الله الخيبري أيضا أنت طالب الهندسة وخريج، حياك الله عبد الله. وفواز القرني أنت طالب في المستوى السادس في هندسة البرمجيات، مرحبا بك. ومحمد الخليف كذلك أنت طالب في المستوى السادس، أهلا ومرحبا بك. الله يحييك. طيب بداية شباب خلنا نعرف هذا التخصص، ما هو هندسة البرمجيات؟ طبعا لا شك أنه الطالب اللي يدرس الآن في السنة التحضيرية وفي المسار العلمي هو مقبل على هذه التخصصات العلمية المختلفة والتي منها هندسة البرمجيات. ما هو تخصص هندسة البرمجيات عصام؟ عرفنا عليه. هندسة البرمجيات هو أحد تخصصات في كلية علوم الحاسب والمعلومات. نعم. هو واحد من أربع تخصصات، الكمبيوتر ساينس، علوم الحاسب،
والاي اس وبرضه هندسة الحاسب. نعم. هندسة برمجيات هدفه هندسة الحاسب تابعة لكلية علوم الحاسب. نعم تابعة لكلية علوم الحاسب. جيد. هدف هندسة البرمجيات هو أصلا سبب ظهوره أنه كان في السابق كان يتم طلب applications برامج systems تكون ضخمة جدا لكن النتيجة ما تكون بالشيء المتوقع أو الشيء المراد. نعم. يكون الشخص متوقع حاجة لكن النتيجة تكون مختلفة أو غير ذلك تكون التكلفة تزيد بشكل غير طبيعي بشكل مرة عالي مما يسبب إلى فشل المشاريع هذه. جيد. فهندسة البرمجيات هو نتيجة يعني جاءت علاج لهذه المشكلة. جاءت علاج وحل لهذه المشكلة. فهو يأخذ الابليكيشن من أول نقطة اللي هي تحديد الريكوايرمنت مع العميل المتطلبات إيش يبغى العميل أصلاً. جيد. إلى مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ والاختبار. جيد. خلنا نترجم يأخذ الابليكيشن اللي هو طبعاً البرنامج تقصد. البرنامج أو السيستم أو النظام. بالضبط والريكوايرمنت اللي هي المتطلبات اللي يحتاجها مثلاً العميل لا صح. شك يحتاج إلى متطلبات معينة يقوم بكتابتها المبرمج. عبد الله أنا أبغى أسألك الآن ليش سميت هندسة برمجيات؟ يعني أنا اللي أعرفه أنه عدد الساعات اللي تدرسونها 136 ساعة ثمانية أترام صحيح؟ صح. طيب ليش إحنا اللي نعرف أن الهندسة 5 سنوات أو 10 أترام وكذلك عدد الساعات ممكن يزود على 164 تقريبا. طيب ليش سميت هندسة؟ التخصص سمي بهندسة البرمجيات ليس لعدد الساعات ولكن لتوجه التخصص نفسه. التخصص بني على أساس هندسي. إيش معنى هندسي؟ بمعنى أنه البرنامج يبنى على أساس يعني على أساسات واضحة على تخطيط واضح في يكون فيه هيكل للبرنامج. يعني مثلا نأخذ البناء العمارة تمام؟ إذا راح تبني عمارة أنت ما راح تبني تحط الطوبة وتبني العمارة على طول لابد في مهندس معماري يصمم لك إياها. فالفكرة وين الحين؟ إنه صار البرنامج إنه مو تجيب الفكرة تقول أنا عندي فكرة برنامج روح نكتبه لا إحنا نأخذ صحيح. الفكرة نخطط لها نصممها بطريقة معينة نعرضها للعميل تدرس الاحتياجات المعينة ثم بعد ذلك لا شك ترسم المخطط وتخيل فيه بعدين بالضبط. يأتي دور لاختبار فعالية السيستم نفسه أو هذا النظام صحيح؟ صحيح بالضبط ممتاز. طيب الآن خليني أتجه إلى فواز. فواز من مثلا الأهداف المحددة لهذا التخصص واللي ذكرت حتى في موقع يعني كليتكم أن تخرج دفعات تمتلك المهارات المهنية اللازمة في مجال هندسة البرمجيات والتي تجعلهم واثقين من تطوير حلول برمجية عالية الجودة في مختلف مجالات التطبيق في ظل قيود واقعية مختلفة. ما هي المهارات اللي أنتم يعني تتخيلون بعد تخرجكم وأنت الآن مستوى سادس يعني جاوزت مرحلة كبيرة ما شاء الله فإيش المهارات اللي حتتقنوها إن شاء الله بعد تخرجكم؟ هي عادة المهارات تتطلب في كل فكرة يعني تخصص هندسي أو تخصص أيضا يعني أنا أعتبر برضو اعتبار يعني هذا رأيتي الشخصية للتخصص يعتبره تقريبا تجاري يعني نعم. هذا لازم نحن ننظر المفهوم الاقتصاد لأنه عادة نحن نصمم برامج يعني الهدف الرئيسي فيها بيعها وشراها يعني زي ما تقول تخصصنا تقريبا أكثر شيء تجاري بالنسبة لتعاملنا مع المجتمع فيه أو تعامل مع المتطلبات اللي نحتاجها. عادة المهارات اللي نحتاجها نحتاج مهارات في التخطيط في رؤيتنا وفي تعاملنا مع الشيء اللي قدامنا في برضه تحديد احتياجات الأساسية لشيء معين تفهم المجتمع بأكمل يعني بعض الأنظمة وبالبرامج يعني تحتاج من أن نتفهم مجتمع بأكمله لأنه نصمم شيء صحيح. مناسب لهذا المجتمع والعينة اللي نحن نحتاجها. هذه بشكل عام اللي أقدر أحدده لك ما أقدر أحدده أكبر من كذا لأنها هي تخصصات أو أنه عفوا ميزة للشخص أنه يتعلم أشياء أكثر. نعم. كل ما تعلم وكل ما تعلم راح تستفيد من لا شك. محمد يعني يمكن ذكرت أيضا الأهداف أنه قد تكون هناك قيود مختلفة يعني هناك فئات من المجتمع مختلفة أصناف مختلفة ستتعاملون أنتم معها يعني هناك قطاعات أيضا مختلفة صحيح. في شركات كثيرة صحية تجارية استيراد وتصدير تأجير سيارات غيرها تحتاج إلى برامج وأنت صحيح. مثلا بعد تخرجك ستكون مهندس برمجيات أيه. وبالتالي هل علمتم المهارات في التعامل مع هذه القطاعات المختلفة؟ طبعا في أحد الكورسات اللي ندرسها في مهارة أنه كيف تتعامل مع العميل نعم. لأنه المهندس البرمجيات يروح للعميل يدرس المتطلبات اللي يبغاه العميل
برنامج الفلاني يفعل كذا، ياخذ كذا، يقوم بكذا. انت تاخذ المتطلبات هذه وترجع تعمل لها تخطيط وتحليل بيانات وتكون لها مسيرة كاملة للبرنامج كامل. اذا خلصت البرنامج هذا كامل حاليا كتخطيط، انت تعطيه، تضطر انك تعطيه للمبرمجين. هذه نقطة مهمة، ان المهندس البرمجيات ما يتعامل مع الكواد ابدا اطلاقا، يتعامل كبناء برنامج هيكلي. خلفية البرنامج، كيف يقوم البرنامج بالعمل. ما يتعامل مع الكواد، انتم ما تاخذون في الجامعة مثلا لغات برمجية عن الكواد؟ هو جزء من عمله لكن مو الجزء الاساسي. يعني هندس البرمجيات بعض الناس تظن انه هو الجزء الاساسي انه يبرمج، ولكن البرمجة جزء. دقيقة بس عشان يفهمنا المشاهد، يبرمج شلون يعني؟ يعني يكتب كود. يعني البرمجة بالضبط اللي نعرفها كتابة أكواد. كتابة أكواد. البرمجة زي ما تقول وحدة البناء للبرنامج. طيب مثلا زي العمارة في الطوب وعندك الحديد، هذه البرمجة هي وحدة البناء للبرامج والسيستم. جيد، هذه دور مين؟ هذه تكون دور جزئي من دور مهندس البرمجيات، ولكن في بعض التخصصات الثانية اللي ممكن متخصصين اكثر في البرمجه. انه مثل ايش؟ عطني تخصص. يعني مثال قسم هندسه، قسم علوم الحاسب. نعم. قسم علوم الحاسب يتميز قسمه منه يدرس الكمبيوتر كعلم، وميزتهم يدرسون يعني بشكل مكثف البرمجه. فهم يكونون احسن ناس في مجال كتابه الاكواد او كتابه البرامج. جيد. فمهندسين البرمجيات غالبا انهم متميزين في التحليل والتصميم، ولكن المتميزين في البرمجه هم علوم الحاسب. خليني أقول شغلة برضو شباب، إنه فكرة المهندس البرمجيات ما يشتغل حاله، وهذا تقريبا أنا أشوفه مستحيل. مهندس البرمجيات يشتغل مع فريق كامل. الفريق يحتاج إلى مبرمجين، مصممين، ناس أصحاب خبرة في المجال اللي هو يشتغل فيه. يعني مثلا كان يشتغل في مستشفيات ويحتاج إلى دكاترة، يحتاج إلى أخصائيين، يحتاج إلى ناس في الإدارة الصحية، يحتاج يعني إلى مجمل العلاقة أو شو اسم العلاقات اللي بينهم وبين المشروع اللي صحيح. هم قاعد يشتغلون فيه. المهندس البرمجيات هو عضو من جروب كامل، هو اللي يحلل البرنامج بشكل كامل ويعطيه علوم الحاسب. يعني طالب علوم الحاسب هو اللي يقوم بالبرمجة. يعني أنتم من ترسمون الخطوط، هذا اللي فهمته للبرنامج، ثم بعد ذلك من يقوم بالتطبيق هو تخصصات أخرى. صحيح. عندي بس ملاحظة بسيطة برضو، هذا ما يدل أيضا على أن طالب هندسة برمجيات ما عنده الخبرة الكافية أنه يكون يقدر يسوي برنامج، أنه ما عنده القدرة المهارة الكافية أنه يبدأ يشتغل على الأكواد ويبدأ يسوي البرنامج اللي هو فكر أنت تتكلم فيه. عن الواقع الآن ولا هذه تظلم وشكوى؟ لا لا، هذا هو الواقع برضو عنده مهارة وتجده صحيح. يعني إيه فعلا، يعني مثلا على سبيل المثال المشاريع التخرج اللي حنا نسويها. نعم. حنا نقوم بعملية التحليل والتصميم وما إلى ذلك، بعد كذا من يقوم بعملية البرمجة؟ برضو حنا. حنا يا درستم شباب لغات برمجة معينة عبد الله؟ إيه لغات، درست لغات البرمجة، لغة مثل إيش؟ جافا كانت هي اللغة الأساسية. طيب. أخذنا الكورسين جافا 101 أول جافا 102، بعد كذا تجي المراحل الثانية اللي هي يسمونها Data Structures، وبرضو كذا مرحلة في الداتابيس اللي هي قواعد البيانات. وبرضو يعني الداتابيس وما إلى ذلك. طيب إحنا تفضل. إحنا نتكلم عن علوم الحاسب البرامج الكبيرة. أما البرامج الصغيرة ممكن إن الطالب علوم طالب هندسة البرمجيات يعملها، ممكن إنه هو يصممها وهو يبرمجها، لكن احنا نتكلم على برامج كبيره كانك تقول بنك او مستشفى او شيء زي كذا. هذه يحتاج الى سيستم كبير، يحتاج الى سيستم كبير كامل. يعني ما يقدر الواحد يشتغل اثنين ثلاثه، لكن يحتاج الى اكثر. لكن بالنسبه للبرامج الصغيره والابلكيشنز الموبايل وهذا، حتى يعني ما يحتاج انه يمكن بعض الاحيان الى شخص متخصص جدا بالشيء هذا. كثير احنا عارفين الحين يعني في بالذات الاسواق الإلكترونية بخصوص البرامج والبرامج في أجهزة الجوالات، إن الغالبية منها اللي مصممينها هو ليسوا متخصصين، أفراد. أي أفراد يعني تعلم أشياء معينة أو طرق معينة برمجة. صحيح. وقدر يصمم واجهة ومشت الأمور يعني وخدموا مجتمعهم بهذه البرامج. حقيقة في برامج كثيرة يعني هذه بسيطة جميلة يعني. وبسيطة فكرتها بسيط. لكن فكرتها جميلة. طيب أنا بودي أن نتحدث الآن عن الفروقات بين تخصصكم هندسة البرمجيات وكذلك بين التخصصات المختلفة، يعني مثلا التابعة لكلية علوم الحاسب الآلي، مثل نظم المعلومات، مثل الانفورميشن تكنولوجي، مثل ذكرتم أيضا هندسة الحاسب، علوم الحاسب. إيش الفرق بينها وبين تخصصكم؟
علوم الحاسب زي يمكن ما تفضل الشباب، هو زي ما يروح يتعمق أكثر في الكمبيوتر نفسه، في الجهاز نفسه، كيفية أنه الكمبيوتر هذا كيف يشتغل، كيف البرامج اللي داخل الكمبيوتر إلى نظام التشغيل نفسه، نعم، وكيف أنه يعمل. الفرق بينه وبين هندسة برمجيات، لا، الهندسة برمجيات زي ما تقول على ليفل أعلى، فهو على البرامج اللي تشتغل على الأنظمة، على الأنظمة هذه، على الأوبريتنج سيستم. برضه أنا عندي تعليق بس على كلام عصام، أنه الآن البرمجيات ياخذ، هندسة برمجيات تخصص ياخذ العلوم اللي موجودة من علوم الحاسب ويحاول يطبقها في الحياة العملية. هذا الفرق يعني اللي يعني هو تطبيقي اكثر من يعني نظري. نعم بالضبط، هذا الفرق يعني القاتل بين القسم العلوم الحاسب وهندسه برمجيات اللي دائما في اسئله. بس ليش قاتل يعني؟ لانه كثير ناس يقول لك طيب ايش الفرق بين علوم الحاسب وهندسه برمجيات؟ طب كلهم يبرمجون، كلهم يسوون برامج، ولكن علوم الحاسب عندهم النظريات، عندهم الاساسيات، عندهم العلوم نفسها. جي. احنا وظيفتنا ناخذ المفاهيم هذه نطبقها في الحياه العمليه. ممتاز ممتاز. شباب أنا بسألكم الآن عن أنماط الشخصية، من هو الشخص اللي تجدونه مؤهل لدخول هذا التخصص هندسة البرمجيات؟ إيش رأيك فوز؟ والله على حسب خبرتي اللي أشوفها أنا في زملائي، وهذا تقريبا أغلب اللي يدخلون في البرمجيات، أول حاجة مستعد إنه يشارك بأفكاره، مستعد إنه يشارك بالوقت اللي معاه، مستعد إنه يشارك في عمل. يعني جو أقدر أسميه إنه جو الوحدة في بالذات خصوصا في دراسة البرمجيات أو في العمل مستقبلا، يعني ما راح يتناسب كثيرا مع طبيعه العمل. ليش ما يجلس على الجهاز كثير مثلا لا هو انت راح تجلس، لا راح تجلس، بس انه المشكله انه عندك يعني مثلا مفاهيم يعني وعندك افكار وعندك عمل اجتماعي مثلا، يمكن يكون بحاجه الى انه منعزل بشكل اكبر. لا انا اشوف انه لازم يكون اجتماعي بحيث انه صح يعني كفريق واحد ضروري. صح، لانه مهندس البرمجيات يحتاج انه يعمل جروب. طيب مستحيل انه يعمل فرد لحاله. جيد، ايش رايك بالشخص التحليلي بالذات في تخصصكم؟ أنا اللي فهمته منكم أنه سيجلس ويستمع إلى عميل، والعميل يقول له أنا أبغى كذا وأبغى كذا، هو يحتاج إلى التحليل هذه. في أحد الكورسات اللي ندرسها يحتاج أنك تجلس مع العميل وتحلل متطلبات كامل، إيش اللي يبغاه، إيش مين اللي راح يستخدم البرنامج، مين اللي راح يستفيد من البرنامج هذا، إيش المخرجات، إيش المدخلات. هي يعني برضو شو اسمه زي ما قال أخي محمد، أنه بالنسبة للشخص التحليلي هي مهارة نتعلمها، نعم، حتى لو كانت في الواحد من أول راح يتعلم أكثر. هي نفسها كأنك نازل في السوق تشوف وش متطلبات السوق، تشوف وش الشريحة اللي تبغى، مع يعني بضائع معينة، تشوف كم الكمية اللي تبغى، تشوف كم يعني مثلا الأسعار. ممتاز. فيعني هذه نفس الفكرة. إذن تحتاج كذلك يمكن إلى شخص منجز، شخص أيضا منظم، قد يكون شخص ابتكاري زي ما ذكرنا عن البرامج اللي قاموا بها هو، ولا شك أنه أبدعوا فيها وخدموا مجتمعهم، والشخص أيضا التحليلي. أنا سأتابع معكم إن شاء الله هذه المحاور، لكن بعد فاصل قصير إن أذنتم لنا. إذن مشاهدينا الأعزاء بعد فاصل قصير نواصل حديثنا، ابقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. سهم بوصلتنا اليوم يشير إلى تخصص هندسة البرمجيات. أرحب بضيوفي الذين أنا وأنتم سنتعلم منهم عن هذا التخصص. ما هو تخصص هندسة البرمجيات؟ أرحب بك من جديد عصام المقري وكذلك عبد الله الخيبري وفواز القرني ومحمد الخليف. مرحبا بكم جميعا. أنا بودي أن نتحدث عن طبعا أنتم خريجين عصام وعبد الله خليناكم في جانب وأنتم في المستوى السادس اثنينكم في جانب آخر. سبب دخولكم لهذا التخصص؟ والله أنا أصلا من قبل أني لا أدخل الجامعة كنت محدد أني بأدخل تخصص حاسب، لأن كان عندي زي ما تقول الهواية واهتمام لهذا التخصص بالذات. نعم. فلما دخلت الجامعة تواجهت يعني أربع تخصصات ولا أدري ذاك الوقت كان إيش الفرق بينها، فلازم أنك فقمت أحلل إيش التخصصات هذه، إيش الأفضل، إيش الشيء اللي راح يناسب الريكوارمنت أو المتطلبات حقتي اللي أنا أتمنى أني أسويها. ممتاز. فوجدت أن هندسة برمجيات هي الأقرب لي. هي الأقرب لي. ليش؟ لأني أنا ما أحب أكون متخصص مرة كثير بالكمبيوتر، لا أحب أني اسوي نتيجه، اجيب برنامج اسويه خلاص، يعني هذا الشيء اللي انا اسويه. يا سلام عبد الله. انا ممكن عندي قصه شيء مختلفه من عصام. انا دخلت كليه الحاسب ما كنت اعرف اي قسم ادخل. فمضيت السنه الاولى والترم الاول من لكن انت يعني لك رغبه في الحاسب. إيه نعم، انا دخلت كليه الحاسب من اول. ولكن لما دخلت يعني ما كنت عارف التفاصيل تبع الاقسام، فكانت الميزه انه موجود في الكليه كنت اسال كثير. سالت رئيس قسم هندسه برمجيات، سالت رئيس قسم العلوم الحاسب، فجلست مع كثير ناس قاعد أسأل. فلما جلست معهم اكتشفت أنه قسم هندسة البرمجيات الأنسب واللي يوافق ميولي بشكل أكبر من التخصصات الثانية، فهذا كان سبب أنه خلاني أدخل هندسة البرمجيات. النقطة في الموضوع هنا أنه بعض الطلاب يقول أنا ما أعرف إيش أدخل. إذا ما تعرف السؤال مهم جدا أنك تسأل الناس. سألت أنت؟ أنا سألت دكتور عبد الله الغامدي اللي هو رئيس القسم. ما شاء الله. يعني جلست مع أكثر مع دكتور من الكلية هنا، فما اخترته بشكل عشوائي. فسؤال مهم، استشارة أشخاص لهم علاقة، مو أشخاص ما يدرون إيش تخصص الحاسب، فهذه المشكلة الإشكال اللي يكون عند كثير من الطلاب. جيد. شباب أنتم في المستوى السادس، فواز ليش اخترت تخصص؟ كان بالنسبة تخصص كلية الحاسب أو هندسة البرمجيات بالأخص كان كرغبة ثانية لي. طبعاً كرغبة الأولى في هندسة الطيران والفضاء. ما شاء الله. كنت في جامعة الملك عبدالعزيز تقريباً درست لبداية الترم. لكن شفت انه التخصص نفسه ما هو مناسب يعني بنفس الافكار اللي ابغاها انا. نعم. فانتقلت لجامعه الملك سعود في نفس الترم. دخلنا السنه التحضيريه، بعد السنه التحضيريه تقنا كليه الحاسب، رجعت تاكدت من جديد انه هل هذا هو التخصص المناسب لي او لا، فتخصصنا بعد الترم الثالث اللي هو الترم الرابع واكملنا مسيرتنا فيه. محمد. انا والله طلعت من تخرجت من الثانوي كان في ميول الحاسب بشكل عام يعني. فلما دخلت الكليه نفس ما حصل للشباب، حصل لي انه اختار يعني هنا ولا هنا ولا هناك. فبالبدايه ضغطوا علي بعض الزملاء قالوا علوم الحاسب افضل والوظائف وما ادري ايش، فدخلت علوم حاسب، جلست ترم كامل درسته وخلصت كل المواد الحمد لله. بعدها اتضحت لي ايش الفروقات، يعني اول ترم يوضح لك كل شيء. فلكن كان خطأ مني أني استمعت لبعض الطلاب. بعدها حولت هندسة البرمجيات وكان هو الأنسب لي شخصيا أنا يعني. ممتاز. راضين شباب أنتم الآن عن تخصصكم؟ نعم والله أنا نفسي جدا راضي يعني. راضية بالقوة. مبسوطين الآن. أنا زي ما أشوف خريج وعلى السكيل اللي أنا أشوفها عندي شخصيا أشوف أن التخصص جدا مفيد. ممتاز. إحنا طيب أنتم جميعا درستوا السنة التحضيرية صحيح؟ صحيح. وربما توجهنا الآن للمشاهد الطالب في سنة تحضيرية، إيش صحيح التخصص اللي حيختاره؟ صحيح. فكيف كانت الصعوبة لما طلعتوا من الثانوية العامة ودخلتوا إلى يعني السنة التحضيرية؟ لا شك أنه كان هناك صعوبة عليكم. أكيد. اختلاف النظام التعليمي. صحيح. كيف واجهتم هذه الصعوبة؟ عادة تكون وأنا أقطع كل الشباب إنه عادة أنا جلست أربع سؤال وأنتوا جاوبوا. لا عادة الواحد إذا تغير البيئة، حتى لو غيرت مثلا من المدرسة إلى مدرسة هذا في وقت الثانوية ووقت الابتدائي، هناك راح يكون في اختلاف في النظام الموجود، اختلاف في نوعية الطلاب، اختلاف في الفكر الموجود، خصوصا إذا كانت يعني مثلا زي المدارس الحكومية بحكم أن جميع الطلاب في المدرسة هذول من نفس الحي. أوكي. فما بالك بجامعة تجمع
من الشرق أو الغرب والشمال والجنوب، كان في تغيير بشكل كبير ل يعني الفكر العام. طيب كيف كانت الجو الدراسي؟ كيف واجهت الصعوبة فواز؟ أنا ما واجهت صعوبة في البداية الحمد لله، لكن واجهت صعوبة في إني جيت في وقت متأخر تقريبا بعد بداية السنة التحضيرية أو العام الدراسي بفترة شهر وشهر زيادة. كان عندي صعوبة إني كيف أقدر ألحق على الشباب اللي يعني سبقوني، بالذات اللي كان في مادة الإنجليزي. تعرف مادة الإنجليزي جيد. كانت أنا ساعتها أكبر يعني. أنا والله ما أدري كيف بقدر ألحق عليكم، ما شاء الله جميعكم متحدثين وخلصتوا وقت الحلقة. الآن حدثونا كذلك عن المواد، نبغى نتحدث عن المستويات الأول والثاني الثالث والرابع. الأول والثاني عندك محمد. زين، الأول والثاني هي سنة تحضيرية جيد لكل طلاب كلية علوم الحاسب ممتاز. بشكل عام كل طلاب الجامعة. سنة تحضيرية فيها ميزة أنها تجمع أن أنت تعيش بيئة ثانوية وتعيش بيئة جامعية جيد. البيئة الثانوية أنه نفس النظام، كلاسات كل واحد له كلاس وثابت مع كل الكورسات. الشيء الجامعي أنه أنت تبحث عن الكتب، تبحث عن المعلومة، عن المعلومة أنت تبحث عنها. نعم. المواضيع اللي درستوها فيها محمد؟ المواضيع اللي درسناها بالسنة التحضيرية طبعا لازم الإنجليزي، لابد منها مكثفة، إنجليزية مكثفة جيد، ورياضيات بشكل عام. نعم. وأهم شيء أعطونا مادة عن البحث وكيف تبني لك بحث كامل. يعني كيف تبحث عن معلومة وكيف ترتبها وكيف تعطيها على أنها مذكرة جاهزة. ممتاز. تقريبا هذه بشكل عام المواد اللي راح درسناها. الثالث والرابع عندك فوز. الثالث والرابع هنا يبدا جو الكليه او جو الخاص فيك او يعني زي ما تقول بدايه تخصصك. عاده تتكون المواد من مواد اعداد عام بشكل مثلا الطلبات الكليه مثل السلم من 101 الى 104. يعني هذه راح تدرسها على مستويات متاخره، لكن بدايتها من المستوى الثالث راح تدرس ال 101. راح تدرس اول خطوه مواد تخصص، لا في اول خطوه اللي هي متطلبات الكليه اللي هي ماده البرمجه 111. يعني هذه اول خطوه لك. تدرس في البرمجه هذه اساسيات البرمجه الاساسيات. اساسيات البرمجه بلغه الجافا. عندك مواد ثانيه في مثلا في الرياض، في الرياضيات اللي هي 106 وفي الفيزياء، كل هذه تقريبا مبادئ. الرياضيات تاخذونها بعمق شوي ولا كيف؟ ايش المواضيع اللي تدرسونها في الرياضيات؟ في الرياضيات مثل 106 هذه تتكلم عن التكامل والتفاضل. التفاضل لكن بشبه يعني بشكل شبه معمق وليس معمق بالكامل، لكن هي يعني استطراد. هنا هي استطراد لما اخذناه في الثانوي بشكل اكبر، ويعني يحاول يجمع لك اكبر كم ممكن من المفاهيم الموجوده في التكامل والتفاضل. هذا في المستوى الثالث. هذا المستوى الثالث. المستوى الرابع تبدا هنا تاخذ مثلا في المواد الثانيه تكمل من كليه العلوم مثلا في الكيم، وفي برضه فيزياء، وفي برضه انك تاخذ ماده برمجه اعتقد في الثالث الرابع، وماده تخصص للقسم اللي هي 211 في مبادئ هندسه البرمجيات. زي ايش مثلا مبادئ؟ ايش تدرس المبادئ؟ هل وش فكره البرمجيات؟ وش فكره الهندسه البرمجيات؟ وش فكره البرامج؟ وش فكره التخطيط؟ وش فكره التنفيذ؟ وش فكره التصميم؟ هذه بشكل عام ناخذها في شكل مبسط ومختصر، من بعد ذلك عاد نبدا في تعمقها لكل جميل. ماده جميل. الخامس والسادس عبد الله. الخامس والسادس زي ما تكلم اخوي فواز عن الماده المقدمه، هذه تعطيهم انه مراحل بناء البرنامج هي تقريبا كم 4 أو 5 مراحل، اللي هي المتطلبات، التصميم، التنفيذ، الاختبار، بعدين التطوير. هذه 5 مراحل تقريبا ناخذ هالمراحل هذه كل واحده منها في كورس منفصل. ممتاز. في كورس تقصد في ماده؟ في ماده يعني اقصد انه ناخذ هالمواد هذه بشكل منفصل. يعني في المستوى تقريبا السادس او السابع في كورس اسمه، لا انت لك السادس، السابع عند زميلك. اوكي، في كورس السادس اخذنا كورسين اللي هو كان اسمه هندسه متطلبات البرمجيات، انه كيف تدرس يعني كيف تدرس متطلبات العميل وتفهمها وتحللها بطريقه ممتازه. وكان في كورس ثاني اسمه تطوير تطبيقات الشبكه العنكبوتيه، اللي هي تطوير تطبيقات الويب وكذا. فكان كورس انه يعطيك البيسك والمبادئ، كيف تبني موقع، كيف تتعامل مع قواعد البيانات والشغلات لها علاقه في الموضوع هذا. هذه كلها في الخامس والسادس. ايوه، هذه موضوعات تقريبا. عنده اضافه على الخامس والسادس؟ في برضه في اضافه نسيت، يمكن على الفصل السادس. كان يعني يبدا الطالب يتعمق في نفس التخصص اكثر. يعني يبغى يدخل في مثلا ماده اسمه
كيف تضمن الكواليتي حقت اللي هو الجودة حقت البرنامج أو النظام اللي أنت تسويه. ممتاز. برضو إلى تدخل في مرحلة اللي هو طبعا هذه تعتمد الكورسات ممكن تكون على السادس السابع, ففي زي ما تقول flexibility, في ممكن إنك تحطها هنا تحطها هناك, فممكن على حسب توجه الشخص. لكن شلون تحطها هنا تحطها؟ يعني مثلا بعض المواد ايه؟ فهمت كيف ما تكون مثلا متطلبة لمواد سابقة, وبالتالي أنت تستطيع ايه تغييرها, فتقدر تأخذها في ترم سادس أو الترم السابع. صحيح. طيب الآن عندك أنت السابع والثامن. السابع والثامن تجي عاد أنت تدخل بشكل زي ما تقول معمق جدا في التخصص نفسه. أول حاجة راح تأخذها تتفاجأ هي يمكن المشروع التخرج. شفت كيف؟ في السابع؟ إيه في السابع, لأنه السابع والثامن هذا آخر فصلين. مشروع التخرج على سنة؟ إيه على سنة يكون الجزء الأول اللي هو طبعًا هم معطيك لو تلاحظ ترى الوقت يعتبر طويل بالنسبة للطالب حتى يجرب ويخطي ويتعلم ويحاول إنه يطلع بحاجة صحيحة. نعم. فالجزء الأول يأخذ لك جمع المتطلبات من المستخدم, انك كيف تسوي التصميم وشلون النظام راح ينبني. الجزء الثاني اللي هو تبدا انت عمليه بناء النظام اللي هو عمليه البرمجه او الاكواد هذه. بعد ذلك هذه ممكن ناقشت مساله المشاريع. في عاد المواد المساعده مثلا اختبار البرنامج نفسه, تاكد ان البرنامج والله فعلا يلبي متطلبات المستخدم. هذه التستينج. اي هذه التستينج. بعد وهذه يمكن من اللي انت ذكرتهم الخمسه مراحل. الخمس مراحل. اللي يبدو لي حتى يعني تخصصكم كامل الخمسه مراحل معتمد عليها. ايوه هو اساسه احنا ما راح ننسى الخمس مراحل. هو هذه هي الخمس مراحل. جاي. ويدرسها يدرس كل مرحله بتعمق بتعمق شديد. مشروع ولكل مرحله يكون لها مشروع ويركز على المرحله هذه. بس نعيدهم, هي الاولى انا الريكويرمنتس اللي هي المتطلبات, بعدين هذه المتطلبات اللي تدرسها انت من العميل ايش اللي صح. ثاني شيء اللي هي الاناليسز التحليل. التحليل ممتاز. ثالث شيء التصميم. ديزاين اللي التصميم ديزاين طبعا الاناليسز هذا انت اللي تصمم السيستم حقك شلون مثلا التصميم ما هو تصميم بشكل رسمي مو الشكل الخارجي زي الفوتوشوب او شيء, لكن زي مخطط طبعا عمليات. يعني من خطة من واحد إلى عشرة وشلون تسويها عمليات. UML Unified Modeling Language. نعم. هذه اللي تستخدم كلاس ديجرام. يعني من الأمور هذه راح يلحق عليها الشخص. يا سلام. والرابعة إيش إحنا قلنا بعد الديزاين تسوي الديفلوبمنت اللي هو التطوير الإمبلمنتيشن تطويري الإمبلمنتيشن نفسه كتابة الأكواد. أيوه. طبعاً نعم. تكتبها بناءً على إيش؟ على الشيء اللي أنت سويته سابقاً, على الخطة اللي أنت حطيتها والتصاميم اللي أنت سويتها. ثم بعد ذلك التست اللي هي تختبر أنت. تختبر هل هذا الكود فعلاً يلبي اللي نحتاجه؟ هل 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 في مشاكل معينة؟ هل في باجز؟ هل في طبعاً التستنج مع الكواليتي اللي زي ما قال عصام إنه في كورس اسمه تضمن ممتاز. جودة البرمجيات. ممتاز. فتجي الجزية هذه مع. طيب. طبعاً الاختبار شيء أساسي في البرنامج. لأنه مستحيل إنك تسلم برنامج بدون ما تختبره. لا شك. لأن الاختبار حيكشف لك بعدين إذا في أخطاء. وتخيل إنه لازم في خطوة سادسة. برنامج 100% يعني إنه برنامج صح. صحيح. جيد. برضو في شغلة عشان ننساها إنه قبل المستوى السابع وقبل المستوى الثامن. هناك في الفصل الصيفي هذا الفصل راح يكون تريننج. التريننج يعني لو عشت جوه ما راح تحتاج الى وقت كثير جدا في تريننج هذا اجباري فواز نعم ايه الزامي الزامي ابد موجود الفصل التريننج وتاخذونه وين في شركات حدث الشركة المناسبة لها ويعطوكم تريننج يعني ايش يعني البرمجة عموما على الفكرة الشركة يعني تبدأ تطبيق فعلي يعني تطبيق فعلي اللي ما درسته. ممتاز. واجهتم صعوبة تخيل يمكن بالذات في لغات برمجة معينة صح. يمكن انت اللي درسته في الجامعة يختلف حتى كثير على فكرة من المبرمجين يدخل كورسات معينة يعني برا خارج الجامعة صح. ياخذ فيها الجامعة لازم بس انه هي راح تكون بداية يعني نظرة جديدة لسوق العمل لانه عادة في كل التخصصات الجامعية جاي. اللي تدرسوه راح يختلف عن بسألكم سؤال التخصص هذا هندسة البرمجيات يحتاج الى دراسة كبيرة بالرياض الى يعني اتقان كبير الطالب يتقن الرياضيات والله يعني فيه رياضيات كثير لا شوف مواد الرياضيات مقارنه بتخصصات الحاسب الثانيه طبعا نحط على جنب هندسه الحاسب لانه هندسه الحاسب ياخذون 5 سنوات وهم تخصص هندسي ما للهندسه اكثر ولهم في الهندسه الكهربائيه اكثر وانتم لا احنا ناخذ مواد من الرياضيات اكثر من التخصصات الثانيه جيد
فعندنا متطلب للرياضيات أكثر من علوم الحاسب والنظم المعلومات. يحتاج حفظ ولا فهم بشكل أكبر عبد الله؟ القسم يحتاج فهم وتحليل. فهم وتحليل بشكل عام. ما يحتاج يمكن الحفظ كثير. لا قليل جدا. حتى ممكن بعض الاختبارات دخلناها تسمى open book. الأكواد هذه ما تحفظ؟ لا الأكواد مع التدريب والتمرن تصير خلاص راسخة بالذهن يعني. ممتاز. طيب احنا معنا في كل حلقة حقيقة تقرير سميناه تجربتي لأحد الشخصيات اللي دخلت هذا التخصص ودرست وتخرجت ثم بعد ذلك عملت دخلت سوق العمل يعني وعملت بهذا التخصص وأبدعت. وتابعوا أنا وأنتم ومشاهدينا الأعزاء نتابع. خصوصا عنصر المجيات ما نشأ إلا قريبا وتم الاهتمام فيه من قبل الجهات التعليم العالي وأيضا من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وهو يعنى في الواقع بعملية تطوير البرمجيات بأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت. القسم في الماضي في الواقع كان يقدم التدريس والتدريب بطريقة إلى حد ما كانت معزولة عن الواقع، فكانت التمارين وكانت الواجبات والامتحانات الصغيرة والامتحانات الكبيرة في الواقع كانت تقدم بشكل تقليدي بما هو موجود في الكتب، فكان الطالب يشعر بنوع من الانعزال ما بين ما يتعلمه وما بين الواقع الفعلي اللي يعيشه المجتمع. في الواقع رسالتي للطلاب المستجدين سواء لأنهم المرحلة الثانوية أو الطلاب الذين هم في سنة تحضيرية حاليا، المنافسة شديدة للدخول في قسم هندسة البرمجيات، ولكنه دخولك في قسم هندسة البرمجيات لا يعني أنك فعلا ضمنت الوظيفة أو ضمنت المستقبل. كما تعلم مجال صناعة البرمجيات بشكل عام تحتاج إلى الجانب العملي وجانب الخبرة التي لا تقدم غالبا من خلال البرامج الأكاديمية، وإن حاولنا جاهدين على تطوير برامجنا الأكاديمية بشكل كما ذكرت سابقا أكثر واقعية وأكثر عملية، ولكن يبقى البرامج الأكاديمي لا يحقق طموحات واحتياجات المستخدمين أو المستفيدين، لذلك على الطالب أن يضع في ذهنه الدراسة بحد ذاتها ليس ضماناً وظيفياً، وإنما بجانب الدراسة يحتاج أن يكون خبرة من خلال استطلاعه، من خلال اطلاعه، من خلال حضور دورات تدريبية، من خلال مناقشة المهتمين في نفس المجال. هذا في الواقع يمثل في نظري إلى حد 50% من مؤهلات الطالب التي ممكن بحول الله وقوته يحصل من خلالها على الوظيفة وعلى المستقبل يطمح إليه. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذن هذا هو تقريرنا تجربتي للدكتور عبد الله الغامدي وهو رئيس قسم هندسة البرمجيات في جامعة الملك سعود. لا شك الدكتور عبد الله بعد تخرجه كما تابعنا تقرير مشاهدينا الأعزاء وكذلك أنتم ضيوفي، طبعا دكتور عبد الله هو رئيس قسمكم هندسة البرمجيات، وتكلم يمكن شفتوا عن التخصص وسوق العمل وأن هناك احتياج كبير من قبل سوق العمل لمهندسين البرمجيات، وذكر أنه الطالب يمكن بمجرد تخرج أو حتى قبل التخرج ما يتوظف، وأنتم الآن خريجين عصام وعبد الله، ما أدري كيف تجدون سوق العمل؟ طيب خلني أحكي لك يعني من واقع تجربتي أنا. نعم أحكي لك. الحمد لله يعني من قبل أصلا حتى لا تبدأ الاختبارات النهائية من نفس الجامعة نفس الكلية عندهم خيار أنك تقدر تخلي معلوماتك إذا طلبتها شركة يرسلون هذا، فهمت كيف؟ معلوم الاسم الجوال المعدل ما إلى ذلك. فمن قبل لا أدخل اختبارات نهائية وكانت تجيني اتصالات أنه يقولون نبغى نسوي معك مقابلة
على أساس أنك تقدر تدخل معنا في العمل على طول أول ما تتخرج. نعم. فزي ما تقول أنا إلى الآن الحمد لله في 5 شركات اتصلوا علي، شفت كيف؟ جي من بينهم إيه، ومن بينهم برضو جامعة الملك عبد الله حتى للدراسات العليا. دقيقة، هم اتصلوا عليك كيف عرفوك؟ عن طريق الجامعة؟ عن طريق الجامعة، يسألون الجامعة شركة. حتى الجامعة توفر لكم فرص وظيفية عبد الله؟ إيه، في تعاون، في تعاون كبير من الجامعة والجامعة تتعاون مع الشركات، والشركات تقول إحنا نبغى خريجين فنبغى بيانات خريجين، فالجامعة تعطيهم البيانات، فهم بدورهم الشركات يتواصلون مع اللي يشوفون الأشخاص المناسبين لهم، يتحاولون يتواصلون معهم. يعني مثل ما قال عصام، إحنا بدأت الترم الثاني وعدد كبير منا قاعد تجي اتصالات، يسوي مقابلات. أنت برضو جاك اتصالات؟ نعم، جاني اتصالات، أجريت مقابلات كثيرة. وقعتم يعني عقود على أوفرز، يعني على عروض معينة؟ تقريبا الحين إنه خلاص، إنه بس منتظرين الأوراق الرسمية تنتهي. طيب للأمانة، ويمكن الدكتور عبد الله حتى تحدث عن هذا الكلام وذكر إنه كثير من الطلاب الآن باتوا يتوجهون إلى سوق العمل وإلى الشركات لأن رواتبهم تكون مجزية أكثر. صحيح. أنتم كيف كانت عروضكم؟ مجزية؟ والله يعني هل وجدت والله انه انا فعلا درست وتعبت وبالتالي يعني بدات احصد النتائج؟ فعلا السوق مقارنه يعني مثلا بالوظيفه الحكوميه او تكون او الاعاده في القسم نفسه، انك تكون معيد، اي في فرق، والله في فرق يعني شاسع جدا يعني بالرواتب يعني اذكروا لنا رينج مثلا، تبدا من كم وانت فريش جراجويتد، خريج جديد فريش جراجويت؟ في بعض طبعا خلينا نكون واقعيين، في بعض العروض ما تكون مناسبة أصلاً للنفس الطالب، بعضها يعني ممكن تكون من 8 إلى 13. أو لا، أنا أقول من 8 إلى 17. في وبرضو ممكن توصل، طبعاً هذه على زي ما تقول أماكن مخصصة ومعروفة أنها تعطي رواتب عالية، فإذا استطعت أنك تدخل هناك ف يعني زي ما تقول مكداية لك. طيب اسألوكم يعني في أثناء المقابلات عن مثلاً مهارات معينة يحتاجوا أنه أنتم مثلاً لابد أن تتقنوها، كان في مهارات معينة اختبروكم فيها؟ والله في المقابلات غالباً ما يركزون على الشخص نفسه، هل الشخص قابل للتعلم، هل الشخص يعمل تحت ضغط عمل، وهل الشخص اللي هو درسه أو الباك جراوند حقته في التخصص هل هي قوية أو لا، لأنه هم غالب الشركات مضطرين يعطونك تريننج أو شغلات تخص الشركة نفسها في أنظمة الشركة الداخلية. هم يجيهم شخص عنده السكيلز، عنده المهارة للتعلم ويطبق الشغلات. بس وش قصدك بالسكيلز؟ سكيلز إيش يعني؟ يعني إنه ما يجي شخص يقول أنا ما أقبل أي شيء أنا ما درسته أو أي شيء أنا ما أعرفه، إنه هو عنده قابلية للتعلم. نعم. لكن كمهارات مثلاً أتقنتها من تخصصك. حلو. يعني أنت قادر مثلاً لو قال لك ممكن جتك في مقابلة يقول لك اكتب لي الكود الفلاني أو مثلاً. صارت. أنا توجهت لهم على فكرة لأنهم خريجين أوريدي يعني دخلوا في مقابلات فعندهم الآن تجربة. إيه أنا مثلاً دخلت أحد المقابلات قال خلني بأشوف المهارة حقتك في الكودينج، فقال اكتب كود معين لحاجة أصلاً مشهورة زي ما تقول فانكشن مشهورة يعني في الحاسب. إيش هو؟ يعني فانكشن تأخذ إنبوت وتسوي له تحليل بعض الشيء، يعني هو أعطاني ريكوايرمنت حقته. ممتاز. فيقول أبغى أشوف مهارتك في الكودينج. برضو نفس الشيء قال الآن يعني في أحد المقابلات قال أنا عندي مشكلة هذه، ورني الحل اللي أنت راح تسويه، إيش التصميم، إيش التحليل حقك للبيانات هذه، للريكوايرمنت هذه، وإيش التصميم المناسب اللي أنت تشوفه مناسب أفضل. ففعلا هي تأخذ الأشياء اللي أنت درستها وتحطها يعني في العمل على طول. يا سلام. شباب، هذا السوق العمل لا شك أنه كبير جدا، وربما يعني إحنا كثيرا ما ذكرنا ذلك للمشاهدين، أنه من بداية الجامعة واختيار التخصص تؤثر عليه الوظيفة. كثير من الشباب يتوجهون لتخصصات معينة بناء على الوظيفة. صحيح. أنتم وين حتتوجهون مستقبلا فواز؟ وين حيكون اتجاهك بالنسبة للتوجه الحين؟ يعني طبيعة يعني الشخص باحث العمل أو أنه اللي يبغى يرسم خطة مستقبلية أنه يشوف الأوضاع المحيطة فيه أو المجتمع المحيط فيه. زي الحين المملكة العربية السعودية متوجهة من سنتين تقريبا 3 سنوات إلى الحكومة الإلكترونية. الحكومة الإلكترونية عندنا الآن هي ناشئة. نعم. يعني وتحتاج إلى يعني يمكن عمل أساسي في التأسيس وأعداد هائلة يعني يمكن لسنين.
يعني ما راح أقول لك بسنتين وثلاثة وخمس سنوات يمكن يمكن حتى إلى 25 سنة يعني لين تشوف ثمارها. أستقطعك دقيقة. تفضل. هو عفوا عموما ترى أنا اللي أعرفه يعني عمل المبرمج لا يقتصر فقط على كتابة البرنامج أكيد. وتسليمه وانتهينا. صحيح. بل حتى بالمحافظة على دورة حياة البرنامج يسموها دورة وكذلك محافظة على صيانة صحيح. البرنامج صحيح. قد يحتاجوك إذا صار في عطل أو شيء. صحيح. يعني عمل المبرمج مستمر. عملك مستمر يعني من لحظة إنشاء البرنامج لين قرر الشركة إنها تقفل وخلاص يعني. صحيح. عارف كيف؟ بالنسبة زي الحين مثلاً أقول لك في الرياضة لأننا إحنا فرصة الحين مستقبلية أشوفها أنا خلال يمكن السنتين أو السنة الجاية مدينة الملك عبد الله المالية. مدينة الملك عبد الله المالية أكبر توجه راح يكون للشركات العالمية. أحسن. يعني راح يكون أكبر توجه مثلاً زي ما تقول دبي والرياض. نعم. في الشركات الاقتصادية نعم. هنا راح يعني يكون متقلب أساسي يعني مقر الأسواق العالمية الأسواق العالمية في الشرق الأوسط راح تكون في الرياض نعم. يعني فما بالك يعني هذا إحنا في جانب تخصص ما بالك بالتخصصات الثانية فهاجس سوق العمل خصوصا في الجهات الحكومية عادة الجهات الحكومية يكون الراتب لها أساس يعني ضعيف لكن في بعض الوزارات مثلا تعتمد في على ما قالوا في النسب الزيادة لشغلة معينة أو أنه على تخصص معين أو على شغل معين صحيح. لكن يبقى أنه الشركات تحاول أنها تجذب الشباب وحتى لو كانت في حكومة إلكترونية حيكون تعاون كبير بين صحيح. الحكومة صحيح. والقطاع الخاص محمد توجهك والله التوجه أكيد الشركات بشكل عام لأن الشركات فيها تغيير أكثر من مرة يعني ممكن أنه أنت تجلس في شركة معينة ويعطونك وظيفة معينة بالشيء هذا أنت تعمل عليه فمع الوقت ممكن أنك أنت تتغير تروح لشركة ثانية إذا جاك عرض أفضل لأنه لو كنت في مثلا جهة حكومية راح تلتزم بالجهة الحكومية أكثر من الجهة الأهلية يعني لكن الحمد لله يعني ما في خوف انه مساله الوظائف بس عفوا ثانيه ما استوعبت الجمله حتلتزم في الجهه الحكوميه اكثر من القطاع الخاص في الجهه الحكوميه يعني راح يمسكوك اكثر من الجهه الاهليه لا يبدو لي انت ستشعر باستقرار اكثر من الجهه الاهليه لانه العمل بالجهه الاهليه نعم فيها شغل اكثر طيب لانه في تطور الشركات يبغون يتطورون باستمرار جيد وتطور الشركه بتطور الموظفين اي هذا هو صحيح نعم. فلكن يعني إذا أنت راح تدخل بالشركات الأهلية راح تتعامل معهم على شكل كبير يعني نعم فبالبداية يعني أنه كان في خوف أنه مسألة الوظائف هل هي متوفرة للطلاب الحاسب بشكل عام ولا لا لكن مع الوقت يعني وتعرفت على شباب كثير توظفوا فما في خوف إن شاء الله على طالب الحاسب أو مهندس البرمجيات لأنه حاليا احنا في تطور إلكتروني سواء كانوا في السعودية أو في الخليج العربي يعني بشكل عام نعم صحيح في برضو يعني اللي أشوف أنا في مشكلة يعني هم يقولون راح يحلونا من فترة لكن الحين ننتظر والشباب تخرج يعني حتى لو راح توجه السوق للحكومة ما في عندنا مسمى تحت تصنيف مهندس برمجيات في سلم الخدمة المدنية صحيح. يعني هذا أكبر مشكلة يمكن واجهها احنا نعم هو التخصص يعتبر حديث فواز اي نعم جديد. يعني تقريبا في جامعتنا يعتبر حدود 6 سنوات ولا بحياتي يعني بشكل عام يمكن تقريبا يعتبر خلال 20 سنة ما ادري اذا كان الشباب صح او 15 سنة نعم يعني في العالم في التسعينات لا جامعة الملك فهد البترول والمعادن هذا في السعودية بدأ في جامعة الملك فهد البترول والمعادن ثم في جامعة الملك سعود وهو فقط. عالميا يعتبر تخصص جديد ترى جديد تخصص ناشئ يعني تقريبا بدأ في التسعينات ما له 20 سنة فيعني تشوف انه مدى الرغبة يعني على قول محمد انه في الشركات يكون هناك ضغط بالعكس انه هي الشركة لما تاخذ الطالب المتخرج بحديث التخرج من دون اي دورات من دون اي يعني معلومات جديده تاخذه هي يعني خلال سنتين 3 سنوات 4 سنوات تتطور وتعلم فيه طيب. فعكس الحكومه بعض الحين تعرف الوظائف الحكوميه تكون مجرد اعمال روتينيه وضعيفة التطوير يعني اترك لكل منكم يعني مجموعه من الثواني 30 ثانيه تتكلم عن التخصص كيف وجدت التخصص نصيحتك للي مقبل على هذا التخصص والله أنا أفضل أني أروح على طول النصيحة للتخصص طيب. أنا شفتها بكل صراحة مثلا من الشباب اللي كانوا يدرسون معنا نصيحة للمتوجه للتخصص أنه يطور نفسه باللغة الإنجليزية لأن جميع المواد راح تدرس باللغة الإنجليزية تحتاج لغة إنجليزية بشكل كبير نعم حتى أنك توصل إلى مراحل عالية جدا حتى أنك تدخل لأن أغلب الشركات حتى راح تتعامل مع ناس مو بعرب أصلا نعم فاللغة الإنجليزية أشوف أنها حاجة جدا جدا مهمة في جميع تخصصات الحاسب بشكل عام نعم ممتاز عبد الله
أنا بقول للشباب اللي بيدخلون القسم هندسة برمجيات في نقطتين مهمة لازم يركزون عليها. نقطة أنه يكون متميز في البرمجة، لأن البرمجة مهمة لأي خريج كلية حاسب، وبرضه نقطة التحليل والتصميم هذه إذا كان يتمتع في الميزتين هذه فهو إن شاء الله شخص ناجح في التخصص وبعد تخرج إن شاء الله من الجامعة. إذن أنت نصيحتك لمن هم دخلوا الآن لكن نعم. مش مقبل على هذا التخصص نعم اللي دخلوا الكلية وخلاص واختاروا هندسة برمجيات، لا شك الاهتمام بالبرمجة وكذلك والتحليل والتصميم. نعم ممتاز فواز. وأنا بحاول أن أقول اللي قبل ما يدخلوا واللي دخلوا وتخرجوا بعد أنه لا يكون فكرك أنه إذا كان تدرس تخصص معين أوكي بغض النظر كهندسة برمجيات وغيره أنه لا يكون فكرك علشان راتب وعلشان منصب أبد. مثلا تخصصنا هندسة برمجيات بإمكانك أنك تنشأ شركتك الخاصة كبداية، وإمكانك البدء يعني بأعمال بسيطة إلى أن تكبر وتصير لك يعني مثلا شركة محترفة في هذا المجال. لا يكون هاجسك أنه الوظيفة المعينة أو الراتب الفلاني، لكن ادخل الشيء اللي يعني تشوفه مناسب لك وتشوف أنه لك رغبة فيه جاي. وابدع وراح تجني ثمار. أنا نصيحتي لكل واحد راح يدخل كلية الحاسب بشكل عام أنه عنده قابلية أنه يجلس على الجهاز على الساعات. يعني في كثير طلاب معانا بالكلية انسحبوا من الكلية لأنه ما يقدر يجلس على الجهاز أكثر من كذا ساعة يعني. فهذا أهم نقطة لازم ينتبه لها كل واحد، يعني في رغبة لازم يجلس على الجهاز، لازم يجلس على الجهاز ساعات كبير، ساعات يعني بالأربع بالخمس ساعات. وبالتالي عصام وعبد الله لبسوا النظارات، واضح أنت اللي صاحب النصيحة. وين نظارات؟ لاحقنا إن شاء الله بالطريق. لا إن شاء الله. هذا إذا جيت مرحلة التخرج لازم ما تطلع إلا بنظارة. لا لا هي كنوع صادق محمد إنه هي كنوع من الالتزام. جيد. بحيث إنه إذا جاء الالتزام راح. وهذا اللي أقول لك أنا يمكن من أنماط الشخصية إنه لا يكون مثلاً اجتماعي أكيد بشكل كبير، يحتاج إنه يكون يعني. لا 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 لا, لا في شيء في حاجة شوي. في حاجة حتى إنه شو اسمه إحنا إذا بدأنا نشتغل في مشروع، أنا خصوصاً إذا اشتغلت على مشروعين إنه في حاجة نعم في حاجة إنه شيء نسميه الوقت. الوقت هذا يعني إذا ما انتبهت عليه أحسن راح يعني راح يمكن يخرب مشروعك وراح يمكن تكنسل المشروع بسبب أنك تأخرت يومين أو ثلاثة أيام على الديدلاين. سؤال باختصار، ما حيكون توجه مثلا لسوق العمل كصاحب بزنس مثلا صاحب شركة برمجيات؟ لا ممكن ممكن بشكل كبير بعد، وبالتالي تسوق برمجياتك وتبيعها على شركات بالعكس بإمكانك قبل ما تتخرج حتى. كثير ما وجدنا شركات مثلا ما عندها قدرة إمكانية ما تجيب واحد يبرمج لها، تشتري برامج جاهزة من السوق. صح. لا ميزة كل طلاب الحاسب انه ممكن ينشئ شركة خاصة فيه. ممتاز. وراح تكلف عليه بشكل عام جهاز. صحيح. التشغيلية تكون قليلة والعائد منها غالبا يكون كبير. شكرا لكم يا شباب. يا شكرا لك عصام المقري خريج هندسة البرمجيات، يعطيك العافية. كذلك عبد الله الخيبري أيضا خريج هندسة البرمجيات، شكرا لك عبد الله. فواز القرني طالب المستوى السادس في هندسة البرمجيات، شكرا لك فواز. وكذلك محمد الخليف أيضا طالب المستوى السادس في هندسة البرمجيات، شكرا لكم جميعا. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة. هنا نكون ناقشنا هذا التخصص وهو هندسة البرمجيات. الحلقة القادمة بإذن الله سهم بوصلتنا سيشير إلى تخصص جديد. في رعاية الله.